اهلا وسهلا بكل حضراتكم. ده لايف جديد من صاله التحرير اليوم السابع مع حضراتكم رغده بكر. في مساحات تانية بعيدا عن الاخبار المتكرره عن الوفيات من كورونا وعن الحالات المتاخره، ودي بالتاكيد اخبار صعبه، بنتابع مع حضراتكم كمان الحالات الحرجه لكن اللي قدرت تتغلب على المرض بمساعده جيشنا الابيض اللي بنشد على ايده واللي هو دوره هام جدا في هذه الفتره الصعبه. لاول مره في مصر مستشفى القصر العيني الفرنساوي كان له دور هام جدا بانه عمل عملية إنقاذ لمريضة بفيروس كورونا المستجد من خلال وضعها على جهاز الإكمو، وده طبعا بعد محاولات منهم لوضعها على جهاز التنفس العادي. تفاصيل هذه العملية وإيه اللي تم فيها نعرفه أكتر مع دكتور أكرم عبد الباري، أستاذ طب حالات الحرجة بقصر العيني ورئيس جمعية الإكمو الدولية. يا دكتور أهلا بحضرتك، أستاذنك تفتح الصوت. أهلا وسهلا أستاذ رغدة، إزاي حضرتك؟ اشرح لي ايه اللي حصل تحديدا في العمليه، ازاي انقذتوا المريضه، وهل ده ينفع لكل مصابي فيروس كورونا ولا له مواصفات معينه؟ طبعا انا بشكر حضرتك على الموضوع. انا بس قبل ما ادخل في تفاصيل المريضه والجهاز احب اشكر اداره جامعه القاهره برئاسه الدكتور محمد عثمان الخشت، واداره القصر العيني الدكتوره هاله صلاح والدكتور احمد طه والدكتور مصطفى الشاذلي والدكتور محمد سعيد، وطبعا الدكتورة علي عبد الفتاح راعية الإكمو في مصر ورئيس الجمعية، وفريق الإكمو كله الدكتور محمود سعد والدكتور محمد يسر والدكتور أحمد سعيد والدكتور أحمد سعيد والدكتور كريم زكي. بس أنا عايز أقول إن الإكمو ده فريق أكتر منه جهاز. الجهاز بيعمل إيه؟ بياخد الدم العيان ويحط يضيف له الأكسجين ويشيل منه ثاني أكسيد الكربون ويرجعه للمريض مرة تانية في الحالات اللي فيها إصابة الرئة أكتر من 90%، واللي فيها ساعتها التنفس الصناعي بيبقى غير مجدي، والحالات دي نادرة ما بيوصل لها مريض الكورونا أو أي فيروس تاني أو أي مرض تنفسي. والحمد لله إحنا أدخلنا التقنية دي في القصر العيني في مصر سنة 2014، لكن دي أول حالة كورونا تتعمل في مصر. عندنا في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا 140 حالة، منهم دلوقتي دي تاني حالة في مصر، فربنا يسهل لغاية لما. يا المريضة طيب كان عمرها كبير؟ لا دي مريضة صغيرة سنها 30 سنة ولسه والدة، فعندها لسه بيبي صغير، فربنا يشفيها. الجهاز ده من أجهزة دعم الحياة اللي هي بتحافظ على حياة المريض لغاية لما الرئة تبتدي تخف تشفى. وكمان في خبر تاني حلو، ان العيانه دي اول حاله تاخد العقار الجديد ريمديسيفير من وزاره الصحه، فربنا يتم شفاها على خير وتكون حاله كويسه وتكون بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. هل الجهاز ده موجود في كل مستشفيات مصر؟ لا طبعا، الجهاز زي ما قلت حضرتك محتاج فريق متخصص مدرب على اعلى مستوى، دكاتره وتمريض، واحنا في القصر العيني عندنا أكبر مركز في مصر، وفي كمان مركز قلب أسوان، وفي قوات المسلحة ومستشفى وادي النيل عندهم أجهزة. لكن حضرتك عن لأن حضرتك كنت بتقول لي إنه هو الجهاز يعني بيتدخل في الحالات اللي بتبقى حرجة قوي، يعني مش من أول العلاج. لا خالص، ده وسيلة أخيرة لإنقاذ المريض في حالة فشل جهاز التنفس الصناعي التقليدي، واللي هو المفروض بينفع في معظم الحالات 99%، يعني 1% منهم هو اللي ممكن يحتاج جهاز الإكمو، والحمد لله إن التقنية دي موجودة عندنا في مصر بقالنا 5 سنين. نجاح العملية زي عملية السيدة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي بيحصل بشكل متكرر، بيحصل كل قد إيه؟ إحنا دلوقتي في القصر العيني حطينا 50 حالة، وبنعمل مركز عالمي متخصص في الإكمو برعاية البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، وطبعاً إدارة جامعة القاهرة، وإن شاء الله ده هيكون فيه عدد أسرة كافي جداً لأن هو ياخد مرضى القاهرة كلهم، والمرضى اللي متوقع أن هم يستفيدوا من جهاز الإكمو 1 في كل 10,000 حالة كورونا. فاحنا يعني العدد ده مش محتاج ان احنا ننشره في كل الجامعات خصوصا او في كل المستشفيات، خصوصا ان محتاج فريق مدرب، لكن محتاجين وسيله نقل.
مهمة إن إحنا يبقى عندنا وسيلة نقل، وإحنا تقدمنا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن هي بتدرس المشروع إن إحنا نعمل مشروع لنقل مرضى اللي محتاجين إكمو بواسطة جهاز الإكمو، ودي طريقة هتبقى أول مرة تحصل في مصر إن شاء الله. وإحنا طبعا كفريق جامعة القاهرة هنساعد في تدريب كل القائمين على هذا المشروع. ده كلام مهم، لكن في تخيلك في الغالب عملية النقل أو عملية إنه يتم توزيع هذا الجهاز على أكبر كم من المستشفيات ممكن ياخد وقت قد إيه؟ هو توزيع الجهاز على أكبر كم المستشفيات ده ضد النتائج، يعني في كل العالم بيبقى في كل إيريا معينة، مساحة معينة، محافظة مثلا كل محافظة يبقى فيها سنتر، أو كل واحد مثلا إحنا بنقترح إن يكون في سنتر في الوجه البحري، وسنتر اتنين سنتر في القاهرة، وسنتر في الصعيد، علشان ده يعني العدد حالات قليل، فهيبقى أنت محتاج إنك تركز مجهوداتك في مراكز تقدر تاخد فيها خبرة عالية من الأطباء والتمريض، فيبقى في أحسن حاجة وسيلة نقل المرضى إلى هذه المراكز. أنا كنت بقول كده لأنه دي تجربة مهمة والنتيجة هايلة، ففي ظل ظروف صعبة زي دي ضروري إن إحنا يعني نعمم التجربة زي ما بيقولوا، يعني ما تكونش بس طبعا في إطار القصر العيني، تخرج لمستشفيات تانية لأنه الحالات بتزيد، وفي حالات طبعا اللي هي الحالات المتأخرة زي ما حضرتك قلت، واضح إنه يعني تدخل الجهاز ده بتبقى في الحالات اللي هي التهاب رئوي تقريبا، تبقى التخصص أو ال بالظبط، في حاجات آه كتير احنا كمان بنستخدمه في حالات توسيع الدعامات، في حالات القلب الضعيف، في مم. حالات مم. طب جراحات القلب الصعبة، في حالات كتير جدا بتستفيد من الجهاز او التقنية دي. اه ولكن يعني هو كمان له تخصصات تانية. طب ده هي بالظبط يعني اه هبوط القلب الشديد وفي جلطات القلب الحادة، في حاجات كتير جدا يستفيد منها، زرع الرئة طبعا، وعلشان كده جامعة عين شمس بدأت تجيب الجهاز وهتستعمله لو عملوا مشروع زرع الرئة. إنما علشان نعمم ده، لا احنا نعمل مركز كول سنتر ياخد طلبات الحالات من جميع المستشفيات ويتم النقل لمراكز متخصصة، وهو ده بالظبط الاقتراح اللي احنا قدمناه لوزارة الصحة، ان يبقى في مركز مركزي تبع وزارة الصحة ويكون في تضافر لجهود النقل بحيث ان احنا ننقل الحالات دي للمراكز المتخصصة دهيت، عظيم. ويكون لا في ال كود يشارك في التكاليف، لأن التكاليف لكل حالة عالية جدا جدا. العملية القادمة امتى ان شاء الله؟ لما يجي لنا حالة مفيش احنا حالة؟ جاهزين في أي وقت، ركبنا الحالة دي الفجر، اه وصلت لنا القصر العيني الفرنساوي الساعة 11 بالليل، كل فريق الإكمو فضل منتظر 3 ساعات لغاية لما الحلقة تفوق، لأن حصل لها توقف للقلب، ولكن الحمد لله لما بدأت إنها تستعيد وعيها حطينا لها الجهاز، بدأنا الساعة 2، خلصنا الساعة 4 الحمد لله بنجاح منقطع النظير، يعني سهلة بالنسبة لنا كل الفريق، إنما الشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. إحنا منتظرين إن الرئة تقدر إن هي تقوم بوظيفتها، وساعتها هنشيل جهاز الإكمو وجهاز التنفس الصناعي. شد على ايدكم واتمنى لكم التوفيق دايما ومجهود هايل الحقيقه. انا بشكرك وبشكر كل الساده الزملاء، حضرتك ذكرت اسمهم في اول أنا عايز أقول حاجة اللايف. مهمة جدا، اتفضل. عايز أقول حاجة مهمة جدا، إن أنا بمر على مستشفيات العزل بشوف قد إيه الدكاترة والتمريض طبعا بيشتغلوا جنبهم، وقد إيه هم في خطر شديد وبيتعدوا وبيرجعوا تاني يشتغلوا، وواحد الناس من فريق الإكمو كان برضو جالهم كورونا ورجعوا يشتغلوا تاني، فربنا يوفق الجميع ويعدينا من الأزمة دي على خير إن شاء الله. بالتأكيد. شكرا لحضرتك دكتور أكرم، شكرا جزيلا على المعلومات وعلى هذه التجربة الوافية، ونتمنى لكم إن شاء الله تعميم هذه التجربة وهلعنا لده هنا برضو حضرتك تكون معانا بإذن الله. شكرا وما لحضرتك. نقدرش يا أستاذة رغدة ننسى فضل تخصص الحالات الحرجة اللي قام بإضافته لمصر الدكتور شريف مختار من سنة 1982، تخصص مستحدث بيقود كل الجديد في الطب في الحالات الحرجة. بنشكره وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل الشكر للسادة المتابعين في اليوم السابع. بعد قليل هيكون في لايفات طوارئ وتغطيات مفتوحة ونشرة إخبارية إن شاء الله، انتظرونا. شكرا للمتابعة. شكرا لحضرتك.